مرحبا بكم جميعا. أنت تشاهد الآن كورس جديد يسمى كورس 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. كورس جديد 2021 تعلم اللغة الإنجليزية. وأنا سأضع هذه المقدمة في معظم فيديوهاتي في هذا الكورس بسبب أن أغلب الطلاب لا يعرفون كيف يصلون للدروس السابقة أو إذا ما فاتتهم بعض الدروس. يا عزيزي، كيف تشاهد الدروس التي فاتتك؟ أو إذا كنت طالب جديد، كيف تجد الدروس السابقة حتى تبدأ معنا من السابق وتواصل معنا الدروس الحالية؟ كل ما عليك فعله هو أن تضغط أسفل الشاشة التي في يديك سواء بالجوال أو في اللابتوب على اسم قناتي. إذا ضغطت عليها ستظهر لك في الأعلى ما يسمى قوائم التشغيل. من خلال قوائم التشغيل ستجد مجموعة دروس تم دمجها مع بعض. سأقوم أنا أيضا بتجميع دروس الكورس الجديد والذي اسمه ستجد اسمه كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا ضغطت على هذه المجموعة من الدروس في المستقبل ستجد أنها ستفتتح لك أو ستظهر لك بالترتيب، يعني من الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. هذه طريقة. الطريقة الثانية، تستطيع أنك تكتب في اليوتيوب مباشرة كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية مع مراد، وتكتب مثلا الدرس رقم 1، الدرس رقم 2، الدرس رقم 3، وسوف تظهر لك. هذا ما أردت أن أوضح لك إياه. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا و إلى كورس جديد ومنهج جديد وبرنامج جديد على قناتي الثانية. هذا البرنامج حقيقة قوي جدا وفكرت فيه منذ فترة طويلة. لماذا أنا عملت برنامج في القناة الأولى والقناة الثانية أصبح عندي عدد متابعين جيد؟ ومن باب أولى أنهم بحاجة أنهم يدرسوا من البداية من الصفر. فركز معي في الحلقة الأولى التي محتاج أن تعرف المعلومات التي سأقولها. ماذا سوف ندرس؟ ما هي اللغة الإنجليزية؟ أنت كطالب كيف تدرس اللغة الإنجليزية؟ ما هي الطرق المختصرة؟ يا أستاذ مراد ماذا تنصحني؟ كيف أتعامل مع هذه اللغة؟ ركز معي لأنه الأسئلة هذه وغيرها من المعلومات هتسهل عليك تدخل معي البرنامج هذا وتستفيد منه بشكل رائع جدا. يا سيدي يا سيدتي، اللغة الإنجليزية English language تتكون من هذه المهارات التي على السبورة: reading القراءة، writing الكتابة، vocabulary المفردات، speaking التحدث، pronunciation النطق واللفظ، listening الاستماع، grammar القواعد، translation الترجمة. هناك مفاهيم خاطئة عند الطلاب كثيرة، فوجب علي أن أنا أوضح لك. من 23-24 عام في تدريس اللغة الإنجليزية أصبح من الواجب علي أن أنا أوفر لك عناء التعب والبحث يعني التوهان. ما معنى الريدينج القراءة؟ ينبعث إلى عقل كثير من الناس أو يفهم كثير من الناس أن الريدينج هو أن تسمعني أن أقرأ فتقول لي أن نطقك الكلمة صح أو خطأ. هذا الكلام غير صحيح. في اللغة الإنجليزية الريدينج هو أن تقرأ أي قطعة أو أي جملة فتفهمها دون الحاجة أن نسمعك. النطق الذي تنطق فيه الكلمة هذه مهارة اسمها pronunciation. اللفظ أو النطق هذا موضوع مختلف. الريدينج مهارة الريدينج، إذا أردنا أن ندرس الكورس هذا وأردت مثلا تضع في بالك أنك تحصل على التوبل أو الآيلتس أو تحصل على وظيفة فيرسلوا لك إيميل طالب في جامعة طالب في مدرسة، معنى الريدينج أن تقرأ القطعة فتفهمها. وهذا هو ما تجده في معظم كتب المدارس، يعطوك قطعة ويعطوك عليها أسئلة. حتى في اختبارات الآيلتس التوبل مدارس الجامعات يعطوك قطعة ويعطوك عليها أسئلة، ما حدش بيسمعك، جيب على الأسئلة فمعناته أنت جيد في الريدينج. صححنا مفهوم الريدينج. الرايتينج الكتابة، يتوقع البعض أنه الرايتينج الكتابة أنه خط الحلو، أنه عشان أنا يعني أعرف أكتب أنه يكون خطي جميل. هذا This is misunderstanding، سوء فهم. الرايتنج يا عزيزي الطالب هو أنه أنت كيف تكون جملة
وإذا استطعت أن تكون جملة كيف بعد كده تنتقل للمرحلة اللي بعدها تربط جملة بجملة، وبعد كده بعد ما تربط جملة بجملة كيف تكون باراجراف. يعني باختصار الرايتنج هذا هو أنه يوضح لك أنك أنت أول شيء تعرف تكتب حروف، أيوة، بعد الحروف مجموعة الحروف تكتب لك تكون لك إيش كلمة، تعرف تكتب كلمة، أيوة تعودنا دربنا عليها، نعم، كيف تكون مجموعة كلمات فتعمل لي جملة، بعدين كيف تكون لي مجموعة جمل فتكون لي باراجراف، بعدين كيف تكتب لي مجموعة باراجرافات فتعمل لي إيساي مقالة. وهذا ما يبحث عنه طلاب اللغة الإنجليزية في التوبل والآيلتس والمراحل المتقدمة. هذا مفهوم الرايتنج، وليس فقط الخط الجميل، الفوكابولري، المفردات. هناك مفهوم خاطئ عند الطلاب أنه بيحفظ الكلمات عمال على بطال. لابد أنك تعرف أن الكلمات اللغة الإنجليزية إذا أردت أن تحفظها أو تدرسها اعرف نوع الكلمة، هو اسم ناون، verb، adjective، اسم لفعل ولا صفة ولا ظرف. ما لم ستتحدث أنت اللغة الإنجليزية كما سيتحدثها الهندي اللغة العربية. يعني الهندي لأنه لا يعرف الاسم من الفعل من الصفة فلا يستطيع أن يقول لك مثلا أنا ولدي مستثمر أو أنا مستثمر، هو يلا يلا بالقوة جاب كلمة استثمار فيقول لك أنا في استثمار في هذا بلد، فما يعرف أنه مستثمر هذه اسم واستثماري هذه أيضا صفة. فكيف تطلع الاسم والصفة من الفعل، وهذه نقاط مهمة جدا. فلابد أنك أنت لما تدرس الكلمات تعرف إيش هو الاسم وإيش هو الفعل وإيش هو الصفة وإيش هو الظرف، وكيف تحول الفعل مثلا إلى اسم. يعني مثلا عندك طريقة، مثلا عندك هذا اللي هو ريد يقرأ، ريدر قارئ، رايت يكتب، رايتر كاتب. يعني في طرق هذه هندرسها إن شاء الله مع بعض. الكلمات مهمة جدا أنك تعرفها، وكيف تعرف تنطقها وكيف تعرف كيف تستخدمها. السبيكينج، التحدث، التحدث. يقول لك كثير من الطلاب وهم بيشاهدوا الآن هذا الفيديو، كل اللي انت قلته هذا كله على عيني ورأسي يا أستاذ، بس أنا كل هذا ما يهمني، أنا هم أتكلم. جميل، إذا انت تحب تتكلم البرنامج هذا والكورس هذا هيكون فيه فيديوهات تفيدك جدا من الصفر. يعني واحد يقول ليش أنا مش عارف أتكلم، لأنك قد تكون بدأت معي في فيديو مستوى أعلى من مستواك، فأنت مش عندك الأساسيات أصلا. يعني ما هي الأساسيات؟ يعني مثلا أنت مش فاهم أصلا كيف تكون جملة في اللغة الإنجليزية، وليش هم كيف يكونوا جملة أصلا في اللغة الإنجليزية. أي جملة في اللغة الإنجليزية تحفرها في عقلك، وأنا أول من وضعت هذا الموضوع في اليوتيوب، ومن بعدي بدأوا اليوتيوبر يركزوا عليها، وأنا كنت مركز إنه حتى الكتب اللغة الإنجليزية مش مركزة عليها، إنك أنت أي جملة باللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل ثم فعل مفعول به. يعني الفاعل I وهي وشي وإت يو ذي وي، ثم يأتي الفعل، يعني play go study ولا فعل مساعد am his، ثم يأتي مفعول به أو تأتي صفة أو يأتي اسم. يعني مثلا I go to school، I play football، I study English. هذا هو الترتيب الصحيح للجملة. وهناك ترتيب صحيح آخر للسؤال، وهذا ما سندرسه في هذا الكورس. فأنت قد يعني قد تكون غير مدرك وغير عارف هذه المعلومات، فلما بتدرس تحس إنه في شيء ناقصك، في شيء مش صح في من هذه المعلومات وغيرها. طب المحادثة يا أستاذ مراد كيف ممكن نطورها؟ المحادثة أنا أنزلت 4 فيديوهات اسمه السر الذي سيجعلك تتحدث الإنجليزي في 10 أيام. هدمج بعض الفيديوهات هذه وبعض المقاطع في القناة الثانية هذه في البرنامج هذا في الكورس هذا، بحيث أنه أنت هتستفيد من البرنامج هذا أو الكورس هذا الممنهج بما لدى مجال الشك. البرونانسيشن، اللفظ أو النطق. اللفظ أو النطق أنت في نقطتين حبك تفرق بينهم. في لهجة أنا مش حابك تركز عليها، لهجة، وفي نطق اللي هو إنجليزي عام اللي هو بنسمعه في كل مكان. النطق الطبيعي اللي هو I go to school every day، I like to watch American movies on TV، هذا النطق الطبيعي. اللي هيروح يركز لي على لغة الشوارع، لهجة الشوارع، لهجة نيويورك، لهجة فيلم أمريكي، لهجة، أنت كده بتتعب نفسك. أعيد مرة أخرى، pronunciation النطق، أنت محتاج تركز على نطق الأستاذ أو نطق الكلمة بالشكل الصحيح، لست محتاجا أن تركز على اللهجة. واللهجة يعني معناته زي ما نقول احنا باللغة العربية في لهجة سودانية، مصرية، يمنية، سورية، سعودية. لو أراد أحدهم أن يتعلم اللغة العربية إيش من لهجة هنعلمه؟
ولا لهجة من هؤلاء، هنعلمه أنا أريد أن أذهب إلى المدرسة، لأن اللهجات هذه مش ما فيش حاجة تدل على أن اللهجة الفلانية أصح من اللهجة الفلانية، كلها لهجات صحيحة وعلى عيننا وراسنا، لكن في كلام عربي لغة عربية فصحى. فاللغة الإنجليزية نفس الطريقة، ادرس اللغة الإنجليزية الأصلية واتركك من اللهجات. لذلك تجد أنه كثير من الطلاب يجوا في تعليقات في فيديوهاتي أو بعض يقولك أنت نطقت الكلمة الفلانية خطأ، هو لا يعرف أن الكلمة هذه لها نطق بالبريطاني بالأمريكي بالكندي بالأسترالي. طب أنت بتغلط الشخص الفلاني، زي كأنه واحد يقول لك، واحد سعودي يقول أنا أبغى، فيجي واحد مغربي أو عراقي أو أي لكنة أخرى يمني يقول له لا هذا غلط، ما فيش حاجة اسمها أنا أبغى، أنا أشتي. يا سلام، يعني أنا أشتي صح وأبغى غلط، وكلكم أنتوا غلط، هذه كلها لهجات. هي مش غلط، هي لهجات، ولكن اللغة الصحيحة أنا أريد. ففي التعليقات عندما يأتي واحد أو يسمعك واحد يكون دارس في كندا أو درسه كندي أو بريطاني أو أمريكي، فيسمع منك كلمة I was، يقول لك لا أنا سمعتها I was. طب ما was was صحيحة، النطقين صحيح، عندك يعني أكثر من 200 300 500 كلمة تنطق بشكل وتنطق بشكل. الwater الwar، ما تجيش تقول لي أنت لا هذا النطق صح وهذا النطق خطأ. الليسنينج الاستماع، الاستماع انك انت كيف تطور مهارة الاستماع حبة حبة. هذه من اكثر الاشياء اللي الطلاب كثير بيهملوها، بيطور القواعد والكتابة والليسنينج يهمله. الليسنينج يا سيدي تعرف انه اثبتت التجارب والابحاث انه افضل طريق واحدى الطريق لتعلم اللغة الانجليزية بالاستماع، وهذا ما وجدوا انه كثير من الناس بيسافروا الى امريكا ما بيتكلموا في البدايه، بس بيسمع يسمع يسمع يسمع، ويبدا بعد كده ايه من السمع يقلد، ويبدا يقلد اللي بيسمعه. انت محتاج في الليسنينج انك تسمع جراجولي بالتدريج، يعني يبدا يسمع الحروف وبعدين كلمات، وبعدين يتدرب على الكلمات، يسمع كار بوك كار، بعدين عبارات جود مورنينج جود افترنون جود ايفنينج جود نايت See you tomorrow. شوف على شوية 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 شوية، لا تدخل في العميق. بعدين هذه هتكون لك كلمات، بعد كده تسمع جمل Where are you going? الإجابة معها I'm going to school. What are you doing? ماذا تعمل؟ I am cooking lunch. Where is John? أين جون؟ He is in the kitchen. هو في المطبخ. What is he doing? He is cooking lunch. تسمع شوية شوية، بعدين تتطور تسمع محادثة أطول، تسمع محادثة أطول، كذا الليسنينج عندك يتدرج. لكن تجيني من البداية وتقول لي أنا بشوف الأفلام الأمريكية ما بسمعهاش، طبيعي مش هتفهمها ولا هتسمعها، أنا مش فاهم حاجة، طبيعي. الجرامر، القواعد، القواعد من أبسط الأشياء اللي تتخيلها في اللغة الإنجليزية، لكن تم تعقيدك منها. القواعد فقط إنك أنت تعرف كيف تكون الجملة، كيف تكون السؤال، زمن كذا زمن كذا، إيش افترق الزمن على، يعني مثلا اللغة الإنجليزية أخبرتك أن كلها تبدأ من فاعل ثم فعل ثم مفعول به، كلهم يبدأوا، كل الأزمنة اللهم أنه كل زمن زمن تضيف له إس، تضيف للفعل إس، وزمن تضيف للفعل آي نجي، وزمن تضيف للفعل إي دي، وزمن المستقبل مثلا تضيف للفعل قبل الفعل ويل، يعني هذا ماضي لعبته وهذا بيلعب الآن وهذا بيلعب كل يوم، وهذا مثلا ممكن تجد هاف ولا هاز، ويأتي فعل تصريف ثالث يسمى الفعل تصريف الثالث، هذا حصل قبل قليل، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أزمنة. واز كان يلعب بلاينج أضيف للفعل، هذا آي نجي كان يلعب، هذا ماضي مستمر. الأزمنة أتفهم ما تتخيل، بس تم تعقيدها، ولا هي كلها كل الأزمنة تبدأ بفاعل فعل مفعول به، كل الأزمنة التغيير فقط يا قبل الفعل يا بعد الفعل، يعني تضيف للفعل إس، تضيف للفعل أي نجي، تضيف للفعل إي دي، تضيف قبل الفعل ويل يصبح مستقبل، أو تضيف going to يصبح مستقبل، أو تجيب هاف قبل الفعل وتضع الفعل في التصريف الثالث يصبح يعني مضارع تام وحدث قبل قليل، واز ولا وير بعد فعل أي نجي. يعني الأزمنة اللي مجنن الطلاب ومتعبتهم كلام فاضي، بس انت الطريقة اللي دخلوها لك عقدوها لك، يعني كمن يقول لأحد وين إذنك، فبدل ما يقول له هذه يقول له هنا، يعني يطول لك الطريق ويقول لك هذه إذني، طب يا سيدي يقول له هذه إذني وانتهى الموضوع. طريقة الشرح وطريقة الطرح هي اللي عقدتك. آخر شيء عندنا الترانزليشن، اللي أنا تقريبا ركزت عليها
في قنواتي، وكنت أنا من أول من ركز على هذا الطريقة، وكنت تحدثت وكان ما عندي اللي يمكن 60 أو 70 ألف متابع، وقلت أنا أول واحد هبدأ أركز على الموضوع هذا، لم أجد في اليوتيوب من يعطيه اهتمام هذا الموضوع. وبديت أعرف إنه الطالب، لأنه من خبرتي 25 سنة 24 سنة في تعليم اللغة الإنجليزية، إنه لما علم الطالب كيف يحول كلامه من اللغة العربية للغة الإنجليزية، كيف بيستفيد، هل الطريقة ما ركز عليها أغلب القنوات اليوتيوب. في الأخير الآن تجد أغلب قنوات التعليم اللغة الإنجليزية في اليوتيوب بدأت تستخدم نفس الطريقة اللي أنا استخدمتها. ما يهمني طالما أن الخير يعم للجميع، بالتوفيق لهم جميعا ولي. أنا أعطيتك الآن باختصار ما هو القراءة، ما هي الكتابة، ما هو vocabulary speaking listening grammar. افهم وركز عندما هتدرس معايا الكورس هذا إنك تطور كل مهارة. يعني أنت بتدرس معايا اشتري دفتر، الدفتر هذا قم بتقسيمه، يا يعني إما تشتري عدة دفاتر أو تشتري دفتر كبير وقم بتقسيمه. أنت الآن درست معايا مثلا القراءة reading، تضع في قسم reading، هتدرس معايا أعلمك كيف تكتب، اعمل قسم writing. لما أجي أنا أدرسك شرح أو موضوع، تفتح على هذه المهارة speaking وتكتب في مهارة speaking. مش تضع صفحة واحدة ولا دفتر واحد وتكتب في الصفحة هذه موضوع هنا يتكلم على الريدينج، الموضوع اللي تحته على الرايتينج، الموضوع اللي تحته على الفوكابلري، كلها خنبصة، كل هذه هتشتت دماغك. عشان عقلك يسمعك ويستمتع معك في الدراسة، خذ دفتر وقسم الدفتر هذا إلى مهارات: رايتينج، ريدينج، لسنينج، سبيكينج، فوكابلري، ترانزليشن. أخذنا موضوع ترجمة، تخليه في قسم الترجمة، وهناخذها بالتدريب. يعني هنبدا نترجم كلمات صغيره، بعدين جمل، بعد كذا اسئله، بعد كذا محادثات، وهي هيكبر معك الى ان يخلص الدفتر وشتري دفتر ثاني، مش مشكله. وانا انصح انه يكون دفتر واحد كبير وتقسمه لمهارات، او انه اذا ما وجدت اشتري اكثر من دفتر وكل دفتر له مهاره. بس انا خايف انه يضيع عليك دفتر الرايتنج، قول استاذ مراد في عنده حصه الان بيدرسها، وفين ادور دفتر المهاره الفلانيه، فخلي دفتر واحد احسن عشان لما يضيع يضيع مره واحده. أتمنى يكون في دفادكم، أتمنى أنكم تكونوا جادين في البداية معي، لأنه هذا الكورس أو هذا المنهج رائع جدا، وهينقل لك نقلة كبيرة جدا. كما أخبرتكم هناخذ دروس سابقة وندمج بدروس جديدة ونعصر عصارة رهيبة جدا، وهيكون في واجبات هتكتبوا لي في التعليقات. أنا أكتب لك واجب، اكتب لي في التعليقات، هختار أفضل إجابة وأثبتها، وإذا كان عنده خطأ هكتب تعليقاتي، ما عنده خطأ أقول له very good احسنت ولا excellent واثبتها. وكما اخبرتكم اخر كل مستوى اخر كل شهر او بعد ما نخلص المستوى هيكون في اختبار، واللي هيجاوب في التعليقات افضل اجابه هعطيه دوره مجانيه معايا في عبر الواتساب. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا، and see you soon، اراكم قريبا مع سلامه الله.